نحن أبناء حماة دعينا إلى وليمة إفطار في شهر رمضان المبارك على نية الإفراج عن أخونا أبو الوليد المعتقل لدى حراس الدين، ونطلب من الأخوة في حراس الدين إفراج عنه أو إبراز دليل في البينة التي موقوف من أجلها. ونحن في شهر رمضان المبارك، الله سبحانه وتعالى حرم الظلم في غير رمضان، فكيف في رمضان؟ الموت ولا المذلة، الموت ولا المذلة، الموت ولا المذلة. ست أشهر مضت على اعتقال خالد مدللي أبو الوليد من قبل فصيل حراس الدين. ثلاثة أشهر نحن نطالبهم بأدنى دليل على اتهامهم إياه بسبب لاعتقالهم ولم يقدموا. إلى اليوم بعد ثلاثة أشهر لم يقدموا دليلا ولم يقدموا سببا لاعتقالهم لهذا الأخ الثائر المعروف من قبل أبناء حماة كلهم.